الروتين اللي تحل العينين كافي فام. واحنا تو باش نخرجوا مع لاكتواليتي، مجموعه من العناوين نتاع الاخبار في فقره تقرا ولا تلوح. نبدأ بالعنوان الاولاني، دونك مريم ولبنى، الخبير لدى منظمه الصحه العالميه الدكتور سهيد العلويني ضد فرضيه اغلاق المدارس ويقترح اعتماد نظام الافواج. العنوان هذا نقراه على موقع موزايك اف ام. تقرا ولا تلوح ريم؟ نقرا وبذبي اللوح، على خاطر جسكو لا حكايه الموجه هذه والعدوى المنتشره في المدارس وموقف وزاره التربيه والاطار التربوي وكذا، يلزمها حل. دونك نقرا، يلزمني نقرا باش نفهم الدنيا وين. نجي نقرا خاطر مانيش فاهمه انا الحقيقه، حتى توا نسمع من الصباح واحنا نسمع فما مدارس قاعدين يسكروا في اقسام وفما مدارس قاعدين يسكروا كومبليتمون، ما نعرفش شنية الأحسن. معناتها أنا عندي سؤال آخر مهم، معناها في هذية المستوى الدراسي عالمين، معناها عديناه الحقيقة صعيب برشا وبرشا حاجات ناقصة، المستوى هذية يأثر برشا في الأعوام القادمة. تخيل وضعية الأولياء معناتها توا اللي هما مش عارفين أكيد شنو يعملوا صغار، وما ننساوش اللي نظام الأفواج راهو يحتم زادة تنظيم اخر في وسط العائله، لوجيستيك واحد اخرى، معناتها هذايا مش ناس كل تنجم تتعامل معاه زاد. نمشيو لعنوان اخر نقراوه في موقع الاذاعه الوطنيه، اعاده فتح مركز الامان لايواء النساء ضحايا العنف بدايه من فيفري القادم. نقرا نقرا ونثمن زاد، على خاطر كره الحكايه عندها بارشا من اللي صارت هذيا. دونك نقرا الاخبار وندعو العباد تقرا زاد الاخبار كي من هذا. انا نقرا وباش نزيد نحكي عليه من بعد صغار. الموضوع اللي باش نطرحه هو يحكي زاد على دور الايواء ومراكز الايواء، دونك نقرا بالطبيعة. وان شاء الله ان توكا نشوفوا مراكز اكثر من هكا، لانه محتاجين اكثر عدد من المراكز، وهذا مهم برشا فيما يخص الانصات ورعايه للنساء المعنفات. نخرج شوي من تونس باش نمشيو الموقع روسيا اليوم، عالم بريطاني يحذر من شنو؟ في روسيا، في موقع روسيا اليوم، ولكن الموضوع يهم العالم اجمع. دونك عالم بريطاني يحذر من موجه انقراض جماعي للانسان. موجه انقراض جماعي، دونك تقرا ولا لا؟ اكيد نقرا باش نعرف الانسان ولا حاجه اخرى معناها. ريم الله يرحم والديه، شريتنا باش نقرا كل بقى الحكايه تخص العدد من الحيوانات. دونك بروفيسور بول إرليخ من جامعه ستانفورد قال وانه الصندوق العالمي للحياه البريه يحذر من انه العالم في العشره اعوام الجايه هذيا باش يشهد موجه انقراض جماعي تشمل ملايين النباتات والحيوانات. معناها نحكيو على اعداد مهوله نتاع نباتات ومتاع حيوانات باش تنقرض ديسي 10 سنوات، وهذا كثير برشا، وهذا اكيد كي تجي تشوف من بعد ترجع تلقى السبب ورا هذا هو الانسان البشر. هذاك علاش حبيت نبكش الانسان مش البشر، لانه اماكنهم الطبيعيه قاعده فراشات معناها ما عادش موجودين في تونس، دونك البرشا اسباب. نختموا بالعنوان هذا نقراوه على موقع بي بي سي عربي، لتطبيقات الدواء الالكترونيه وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. نقرا ونشوف فيها الدور المعلومه عندها مده، نقرا باش نفهم باش تفهم دوك اكيد لو بدي نقرا نفهم زيدا شنو هو التطبيق هذايا معناتها في المنصات اسكو يبيعوا اسكو سي دي بريسكريبسيون معناتها يعطيهم دوك الهاشتاج هذا هو للوقوف ضد بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر. دونك وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات اللي تسهل حياتنا برشا، لكن لازم ننتبه على خاطر أي حد ينجم يبيع نامبورت كوا، تشوف امبلاج، تشوف زينه، تشوف تصاور، يظهر لك اللي انت هذاك سي ان برودوي باهي، ولكن ما تعرفش شنو المصدر نتاعو، ما تعرفش شنو اللابوراتوار، ما تعرفش الطريقه اللي تم استيراده بها. زايده تونس وهوني شهدنا برشا مخاطر صارت للناس استعملت مثل هالادويه لبنى. انا معناتها
ديما نقول صحيح هي ظاهرة منتشرة أكثر في العالم، أقل في تونس خاطرنا توا وين بدينا نخدموا على الإيكوميرس وبدات المنتوجات تنتشر، ولكن نرى الحقيقة حتى البنات يخدموا معايا نحيوا يشريوا دي برودوي دابور ساعات معناتها يظهروا برودوي هكا ويلقاو هكا صدمة حياتهم يدفعوا برشا فلوس، ولكن بالحق المصدر مهم برشا معناتها. هو هوني لازمنا نفرقوا ما بين الشركات التونسية معناها اللي قاعدة تصنع في برشا نحبش نقول أدوية ولكن منتجات اللي هي مرخص لها مراقبة من وزارة الصحة واضح للابوغاتوار اللي فيها حتى باش معناها ما نتجنوش عليهم ونعديو مساج خايب، ولكن ردوا بالنا من اللي جاي من برا ما نعرفوش منين معناها. هذا المهم نكتفيو بالعناوين هذوما، احنا باش نمشيو توا المسألة قانونية مهمة برشا وأكيد باش يكون فهم برشا تفاعل من ريم ومن لبنى باش نحكيو على العنف داخل الحياة الزوجية، باش نحكيو على الاغتصاب الزوجي، باش نحكيو على مواضيع يمكن ما يتحكيش عليها ياسر وجانب منه مسكوت عليه، وباش تكون حاضرة معنا الأستاذة المحامية إيمان كرايم في فقرة الفصل الأول. دونك في الفصل الأول اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، موضوع حاضر بقوة في المجتمع العربي وفي المجتمع التونسي، مسكوت عنه للأسف ما يتحكيش عليه سوفيزامون لكنه موجود برشا. معنا الأستاذة إيمان كرايم، مرحبا بك أستاذة منورتنا. دونك باش نحكيو على العنف بين الأزواج وتحديدا الاغتصاب الزوجي اللي فما ناس التوا ما تعرفش شنو هو الاغتصاب الزوجي والا ما يعترفوش به وما يقبلوش كلمه الاغتصاب الزوجي. قبل ما نحكيو في التفاصيل هذوما نحب نعطي بعض الارقام حسب احصائيات وزاره المراه والاسره، والارقام هذه وارده على الخط الاخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف سنه 2021. دونك العدد الجملي من المكالمات وصل 15000 مكالمه هي هاتفية. دونك خلينا نشوفوا بعض النسب، عندنا 75.5% من المكالمات تتعلق بحالات العنف الزوجي، عندنا 82% من النساء اللي اتصلوا تعرضوا للعنف المعنوي يعني نفسي او لفظي، عندنا اكثر من 66% تعرضوا للعنف الجسدي 66% معناها عدد كبير برشا الحقيقة. 39% من الضحايا تعرضوا للعنف الاقتصادي، وبعد نفسر لكم أكثر أنواع العنف هذوما. العنف الجنسي نسبة التبليغ في حدود 10% من مجموع المكالمات. دونك هيت نبدأ بتعريف أستاذة إيمان كرايم الاغتصاب الزوجي بما يعرف العنف الجنسي. العنف الجنسي يقول القائل هما متزوجين، كيفاش نحكيو على اغتصاب في وسط أسان دان كوبل معناه؟ هذا هو، هي جريمة جديدة الحق معناتها عند المجتمع، باعتبار أن المرأة ما كانتش تعرف هي تحت محتارة إذا كان عندها حق أنها تصنف العنف هذا الجنسي اللي وقع لها في إطار الزواج، هل هو عنف معناه نعتبره اغتصاب أم لا كبقية الجرائم الاغتصاب على بقية الإناث. الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة الزوجة بدون رضاها وباستعمال الإكراه. داكور. مفهوم الإكراه مفهوم واسع، فما إكراه مادي وإكراه معنوي. الإكراه المادي المتمثل في تجسيد معناتها القوة الجسدية على جسم الزوجة معناها بتعنيفها لحد معناها وصول سببها في أضرار جسدية على مستوى الجسم، تعينها معناتها شهادات طبية ويمكن إثباتها. وهناك عنف معنوي يتسلط على الزوجة واللي هو معناها أهم من نشوف الرأي اللي هو أهم باعتباره اللي هو معناها ما فيش بروف ما تنجمش تثبتو طبعا باعتبار صعب إثباته باعتبار أن الزوج بإمكان أن يعني يسلط الابتزاز ويسلط معناتها الإكراه على الزوجة، يهددها بالطلاق، يهددها بالهجر، يهددها بحيلها المصروف يهددها معناتها بإمكانهاش أن معناتها تأخذ مستحقاتها
الماليه الشهريه العاديه. فالزوجه تحبذ معناتها انها تسكت معناتها تصمت في اللحظه هذيك وتكون مرغومه معناتها على تهني على روحها تهني على روحها الزواج المتعارف عليه تهني على روحها ابلع واسكت زيد كلمه ابلع واسكت وهني على روحك هذوما الكلمتين يعني العنف الاغتصاب الزوجي مش بالضروره يكون عنف جسدي ومادي حتى المشرع التونسي من خلال المجلات القانونيه هل تعرض بصريح العباره للاغتصاب الزوجي واضح معناه الكلمه موجوده والله المشرع التونسي تفاوت من مرحله الى مرحله المشرع التونسي قبل قانون اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراه كان ما انصفش المراه ما انصفش المراه المعنفه جنسيا باعتباره وكونه اعتبر مؤسسه الزواج بمجرد الزواج بمجرد وثيقه اصداق ومجرد يعني قبولها للدخول وتعبيرها عن الرضا هذايا في حد ذاته معناتها ما نجمش يكون فما اكراه ما نجموش نثبتوا الاكراه وعدم الرضا في المعاشره بالتالي يعني بمجرد انها تكون في مؤسسه زواج يعني تكون الوقائع في مكان شرعي معناتها ماهيش ما فماش جريمه ما نجموش نثبتوها فمعناها من الصعب اثبات هذا معناها الكراه وهذا العنف الجنسي باعتبار انه فما وثيقه زواج وفي اطار الزواج هذا في حد ذاته يعتبر رضا اعطينا امثله كيفاش كاين مثلا فصل من الفصول كيفاش كاين يوصف هذه مثلا المشرع لم يوصف مثلا بحسب الفصول الفصل 13 مثلا مجله الاحوال الشخصيه وما ادراك مجله الاحوال الشخصيه المفروض هي معناتها تجسد حقوق المراه واللي جات باش توصف المراه طبعا فهناك مصطلحات من خلال الفصل 13 ومستفز للمراه وما يوصفهاش عندما ينص الفصل 13 مثلا ويعتبر ان الزوج لا يمكنه اجبار الزوجه على المعاشره يعني البناء الا بعد ان يتم عرض المهر للزوجه ويتم قبوله معناك يخلص المهر ويكتب الصداق طبعا بامكانه اجبارها اجبار الزوجه على المعاشره عادي. بعد البناء طبعا فهذا معناها وكأن تكريس صريح من مجله الاحوال الشخصيه على كون هذا العنف الجنسي وهذا ما نجموش نقول الاغتصاب العنف الجنسي هذايا وكأنه مشرع يعني دونك هذا تم تجاوزه وتم تنقيحه والفصل كذلك 227 مجله جزائيه معناتها ما حددش مفهوم ان حتى الزوجه هي معناها ممكن ان يتم تجريم الفعل الجنسي عليها باعتبار وان الفصل 227 صرح وكون كل موقعة أنثى بدون رضا يعني موقعة أنثى هنا مصطلح أنثى ورد الأنثى النكرة يعني ليست الزوجة مش تحديدا الزوج لم يحدد الزوجة وبالتالي لا يمكن أن يعتبر جريمة الاغتصاب في إطار الزواج هذا قبل طبعا تحسوا كان يهرب منه الموضوع طبعا تأويله زيدا بعد نجم يفتح أبواب خط نجم يقول أنثى هي العموم بما فيهم الزوجة ولكن هذا بعد قانون أوت 2017 معناتها اليوم أستاذة الزوجة تنجم تقاضي زوجة في صورة تعرضها للاغتصاب نعم نعم نعاود نأكد على قانون أوت 2017 بعد 58 اللي جاء اللي معناها للقضاء على العنف ضد المرأة كرس فيه العديد من الفصول وخاصة عرف مفهوم العنف الجنسي معناتها الفصل 3 من قانون أوت 2017 جاء ليعرف العنف الجنسي فما العنف المادي العنف المعنوي العنف السياسي الاقتصادي هذا كلها انواع عنف كنا نعرفوهم هيت نعرفوا بهم اون بريف استاذة حتى الناس والنساء اللي قاعدين يتفرجوا فينا يعرفوا رواق تنجم تكون عايشة عنف وهي ماهيش فايقة العنف مثلا المادي هو العنف المكرس على جسد المرأة معناها كل عنف مادي العنف المعنوي كما كنا صرحنا به معناتها ابتزاز تهديد حرمانها من حقوقها مثلا هذا يسلط عنف معنوي عليها تهديدها بأطفالها طبعا بأنواع تهديد بأنواع العنف السياسي مثلا إن يمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والانخراط في الجمعيات والأحزاب اي نعم يكتب ولا يفرض عليها خطه هو السياسي اي نعم يصوت ولا اي معناتها يا اما يتم منحها من ممارسه حقوقها معناتها وابراز رايها والمشاركه في الحياه السياسيه
ولا العكس ولا يرغمها انها تاخذ مسار اخر وخط اخر. معناتها والعنف الاقتصادي، العنف الاقتصادي مثلا انها تحرم كذلك من تمتع بالغله الاقتصاديه، بمعنى قامت بمشروع مثلا يحرمها من الارباح هذيك نتاع المشاريع الاقتصاديه ولا هذا هو العنف الاقتصادي، ان يتم قمعها اقتصاديا يعني من ماديا. العنف الجنسي، ثم العنف الجنسي اللي هو جاي المشرح الحل اللي عارفه اللي هو العنف المسلط على المرأة بدون رضاها، يعني معاشرتها بدون رضاها وباستعمال الإكراه، وبتصنيف هذا العنف معناته وإدخاله ضمن العنف المسلط ضد المرأة، هذا وكأنه اعتراف من المشرع بجريمة الاغتصاب الواقعة في إطار الزواج والعنف الجنسي. معناه شو وسائل الإثبات اللي يحكي عليها يمكن المشرع؟ وسائل الإثبات، هناك وسائل الإثبات معناته التقليدية العادية الموجودة في المشرع اللي كان نص عليها من سابق اللي هي شهادة الشهود وما إلى ذلك، ثم الشهادة الطبية، اختبارات طبية، فما اختبارات طبية للواقع على جسد المرأة وبالتحديد على جهازها التناسلي مثلا ولا على جسمها، والاختبارات الطبية النفسية. هذا مهم جدا نفسيا، احيانا معناتها امورها النفسيه تكون معناتها تعبه شويه ولا متاثره، والشهاده الطبيه النفسيه هذه كافيه وشافيه حتى ان يتم الاعتراف بهذا العنف الجنسي واثباته. الحقيقة في ظل الأرقام المفزعة اللي كنا نسمع فيها، وفما رغم ما نفهمش في القانون، رغم أنه المشرع يحفظ لك حقك في شيء وما فهمت ولكن تبقى مشكلة تولي في الوعي. الحكاية في الوعي، يعني إذا كانت تسكت مرة معناها تنجم شوف الوين تأدي الأمور، وهنا كنا نشوفه معناتها فما برشا أبواب العنف هذا الزوجي، مش بالضرب، مش فما الضرب، الحرمان من أبسط الحقوق، المقايضة بالصغار. شوف قديش ما تتوى كيف نسمع في الأستاذة تتحدث، شوف قديش من يسمع فينا معناتها ويتفرج فينا، قديش من واحد فاهم انه عنده الحق في هذا باش تنجم تدافع على حقوقك. وانتو كا يلزم ديما حمل التوعية خاصة بعد القانون ضد العنف ضد المرأة، هذيك يلزم الناس تفهموا وتتعلموا وتحفظوا باش يعرفوا انه فما قانون يحميهم. سمحني عفيف، كي تسمع الرقم المفزع اللي صار عام 2021 بعد قانون 2017، دونك تحس فما قانون ولكن كل قانون هذاك عمي اللي هك، والعنف قاعد يتواصل للأسف. هذه الغلبة معناتها. شنو حكينا على وسائل الإثبات، ولكن شنو العقوبات في صورة وقوع جرائم مماثلة أستاذة؟ العقوبات المشرع ما جابش معناتها فصل واضح وصريح مثلا يعاقب الزوج كذا كذا كذا، لكن هذا نجم نستشفه معناتها من الفصل 3 عندما معناتها يصرح بأنواع العنف اللي هي مثلا العنف الاقتصادي والسياسي والجنسي، وباعتبار أن الفصل 218 من المادة الجزائية كرس معنى جريمة العنف والعقوبة المسلطة على العنف بأنواعه اللي هو تم تعريفه في القصة الثالثة، العنف الجنسي العقوبة هي سنة، بالنسبة للعنف هي سنة سجن وألف دينار، ولكن ظرف تجديد في إطار الزواج، الزوج اللي عنف زوجته جنسيا ويغتصبها عامين سجن وألفين دينار هذه العقوبة، ظرف تجديد يعني يعتبرها المشرع ظرف تجديد. حتى المشرع الفرنسي معناتها الفرق بين المشرع الفرنسي لجريمة الاغتصاب 15 سنة سجن للأنثى النكرة، وظرف تجديد للزوجة 20 سنة سجن. فرق بعيد، فرق بعيد. بيبون أنا كيف نقارن ما بين وين كنا وين صبحنا، خطوة ديجا عملنا خطوة ما هيش خايبة بالكل. أستاذة إيمان كريم، جاوك قضايا من نوع هذا؟ يعطيني بعض الأمثلة يمكن اللي قاعدة عالقة في ذهنك. إيه، فما قضايا هذه معناتها موجودة، رغم معناتها حتى كتجيك المنوبة تجيك معناتها استشارات تستشير وتتردد باعتبار ان الجلسه تكون علنيه امام المجتمع يشوف وكذا، فيكونوا مترددين. لكن فما قضايا وفما معناتها قرارات في المحكمه بت فيها القضاء كيف حتى يتراوحت ومعناتها قبل القانون وبعد القانون. فمثلا فما الحكم القرار معناتها المحكمه الدائره الجنائيه الابتدائيه، القانون في
في حكم جنائي عدد 990 رغم وجود عنف مسلط على الزوجة وإثباته بشهادة طبية، ورغم هذا القضاء لم يستطع إنصاف هذه الزوجة واعتبره في إطار شرعي، وباعتبار أنه لا يمكن إثبات ركن الرضاء ولم يتم إثبات الإكراه. أيوة. لكن الحمد لله تبقى المسألة ديما مربوطة بمسألة الإثبات، تبقى الزوجة رهينة الشهادة الطبية وتبقى الزوجة معناتها لازم تثبت هذية طبيا، معناها معناش حل آخر. فما عنف بالعكس من المرأة تجاه الرجل؟ اي نعم اي نعم اي نعم، كيف كيف كان العنف فقط مقتصر على الأنثى، وبالقانون الجديد العنف على الذكر وعلى الأنثى. دونك القانون الجديد يجرم الاثنين، يجرم كذلك العنف المسلط على الرجل زوجها مهما كان نوع طبعًا العنف. طبعا يعرم معناتها القانون الجديد، مش ما يقولوش عفيف ديما تحكي كان على المرأة، لا خد ديجا في وذني راه وقعت اني احكي كيف كيف العنف وصلت على الرجل ومجرم كيف كيف نفس الجرم. في هذا الكل الحاصل والثابت انه اذا كان يكون عنف مسلط على المراه ولا عنف مسلط على الرجل في مؤسسه الزواج، فما عنف سيستماتيكمون على الصغار على الاطفال، نعم. واللي قانون 58 زاد يحكي عليه ويوصفه. كبدا به يعطيك صحة أستاذة، نحب خليل الكلمة، يمكن فماشي حاجة نقطة ما حكيناش فيها فيما يخص الموضوع هذا. أنا نحب نقفل الموضوع هذا اللي مؤسسة الزواج هي مؤسسة نبيلة قائمة على المودة والرحمة، فإن شاء الله معناتها تكون هذه المبادئ القائمة عليها المؤسسة لكل زوجين، معناتها فما رحمة وفما نبل في المؤسسة هذه ما من غير معناتها ما يصلتوا للعنف هذا، وان شاء الله المشرع كذلك يخص اكثر فصول جريئه ودقيقه اكثر دقيقه اكثر بالنسبه للعنف، مساله العنف الجنسي هذايا في اطار الزواج، باعتباره وان بقينا معناتها نحصلوا في المعلومات من هنا ومن هنا باش نجموا نظهروا حق الزوجه ونحميوها. شكرا لك استاذه ايمان كريم على كل هذه التفاصيل. باش نرجع من بعد الفاصل مع لبنى سعيد، باش نقعدوا في نفس الاطار تقريبا لبنى باش نحكي على جمعية بيتي واللي تقوم به باش تستقبل وتوجه وترعى النساء المعنفات، مش كان من الأزواج كهو كيف كيف من العائلة ومن المجتمع، ونشوفوا زادة شنو اللي يقوموا به الجمعية هذه. طيب يعطيك الصحة، شكرا لك. احنا باش نرجع لكم من بعد شوية، اقعدوا معنا في المتابعة، فاصل وراجعين. كافي حام ماتينا اللي تحل العينين،